السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج ده ممتاز جدا، بيعمل لك ملخص للاجتماع. ممكن يكون عندك اجتماع على برنامج الزوم او جوجل ميت او مايكروسوفت تيم ميتنج. بعد ما الاجتماع بيخلص بيروح بعت لك كده يقول لك اتفضل، ده ملخص للاجتماع، دي النقطة الرئيسية. يعني مش محتاج تشتت نفسك وتكتب، لا هو بيسجل، بيعمل ريكورد للفيديو كاملا، بيعمل ملخص ليه، وممكن تعمل سيرش على حاجة موجودة. هو معتمد على الذكاء الصناعي، بيفرغ الكلام كله، بعد كده بياخد النقط الرئيسيه ويبدا ان هو يعملها لك. فده كان انت عندك السكرتير بتاعك بيسجل الحاجات.